كتب القائد الصيني سان تزو كتاب فن الحرب في القرن الخامس قبل الميلاد، إلا أن تعاليمه القتالية بدت جلية في حرب الرئاسة الأمريكية هذا العام. فسان تزو هو من قال: من ينتصر يعرف جيدا متى يقاتل ومتى لا يقاتل. وهو صاحب مقولة: من ينتصر هو الذي يجهز نفسه جيدا ثم ينتظر ليأخذ عدوه على غفلة منه. وهو من أوصى باستغلال سرعة غضب العدو ليتمادى في غروره ويسهل الانقداد عليه. لنجعل أمريكا عظيمة من جديد ومعا أقوى، شعاران رسما استراتيجيتي حملتي ترامب وكلينتون لمدى أشهر، شعاران اختصرا الفرق بين أسلوبي ترامب وكلينتون في إقناع الجماهير بأحقية كل منهما لمنصب رئيس البلاد. وظف ترامب خبرته التسويقية بشكل لافت، فهو الآتي من عالم المبيعات والعالم بفن الإقناع. لعب في شعاره لنجعل أمريكا عظيمة من جديد، لعب على حس الوطنية من خلال استعمال كلمة أمريكا فيه، وقدم هدفا ساميا لجمهوره ولد شعورا بالإلهام لدى مناصريه. أما هيلاري كلينتون التي طرحت نفسها كأول امرأة تدخل السباق الرئاسي كمرشحة لحزب رئيسي، فاختارت شعار معا أقوى. وفي تحليل لهذا الشعار نرى أن كلينتون ركزت على مفهوم المعية الذي يستميل النساء أكثر من الرجال، واختارت مفهوم القوة الذي جاء أضعف من أن ينافس مفهوم العظمة الذي قدمه منافسها ترامب للرأي العام. تفوق ترامب إذن في معركة الشعارات، لأن هذه المعركة لم تكن الوحيدة في حرب الفيل والحمار هذا العام. تواجه الخصمان على مدى أشهر في معارك شملت إثبات المصداقية والأهلية، معارك لن ينجلي غبارها إلا بعد إقفال صناديق الاقتراع يوم 8 نوفمبر تشرين الثاني، معارك استعملت فيها كل الأسلحة بلا مهادنة. 4 أيام تفصل أمريكا عن انتخابات ستدخل التاريخ من باب الغرابة والحدة. 4 أيام يسحب فيها كل من ترامب وكلينتون آخر ما تبقى في جعبتهما من ذخيرة، على أمل أن يصيب أحدهما الآخر بالرصاصة الذهبية القاضية. تسلح ترامب في الأسبوع الأخير من حملته بشعبيته الواسعة لقلب أرقام استطلاعات الرأي لصالحه، بينما اختبأت كلينتون وراء أسلحتها الثقيلة للتعمية على إعادة فتح التحقيق الفيدرالي بقضية بريدها الإلكتروني. رئيس جمهورية سابق ورئيس جمهورية حالي وسيدة البلاد الأولى كانوا ضباط الصف الأول في آخر معارك كلينتون قبل يوم الحسم، معارك تشهد ساحات الولايات المتأرجحة على خواتيمها، بينما تنعدم قدرة أي من المعسكرين بالحسم المبكر لنتيجتها النهائية. حلقة جديدة من الرئيس 45، أهلا بكم. للوقوف عند الحركة الانتخابية لهذا الأسبوع وللغوص أكثر في أرقام الولايات المتأرجحة، ينضم إلينا كل من السيد روبرت بليزرد، شريك في مؤسسة Public Opinion Strategies. وسيد بليزرد، أهلا وسهلا بك معنا. شكرا على استضافتي. وأيضا ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان. منذر، أهلا وسهلا بك معنا أيضا. أهلا بك علا وبالسيد بليزرد وبالمشاهدين الكرام. اسمح لنا بداية أن ننتقل إلى آخر أرقام استطلاعات الرأي التي جمعها موقع ريل كلير بوليتكس، حيث تتقدم هيلاري كلينتون على ترامب في الانتخابات العامة بحوالي نقطتين. ومع توسيع الاستطلاع على 4 مرشحين، بقيت هيلاري كلينتون متقدمة على دونالد ترامب بفارق حوالي نقطتين، فيما حصل مرشح الحزب الليبرالي جاريت جونسون على نحو 4% ومرشحة حزب الخضر جيل ستاين على نحو 2%. أعود إليك، يعني سأبدأ معك بطبيعة الحال سيد بليزرد، كيف تمكن ترامب من تحسين أرقامه بعد تعثر دام لأكثر من أسبوعين؟ وهل نفهم شيء من هذا التقدم؟ هل نستطيع أن نتحدث عن فوز قبل أيام قليلة من الانتخابات؟ Well, it's a very volatile political environment
البيئة السياسية متقلبة إلى حد كبير هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. حاليا نشهد معركة حقيقية بين مرشحين لحزبين أساسيين، وهما يتمتعان بشعبية سيئة في الواقع على مستوى تاريخ المرشحين، ولذلك الاستفتاءات ستكون متقلبة إلى حد بعيد، وذلك يعزى في الواقع إلى أسباب ثلاثة تعلل التحسن الذي تمكن من حصده ترامب على مر هذا الأسبوع. أولا، بدأ ترامب يحصد ثمار دعمه الشعبي، وهذا يحصل على بعد أيام قليلة من الانتخابات. وتحدثت كذلك عن جونسون، حيث أن أرقامه قد تراجعت على مر تقدم هذه الحملة لمصلحة ترامب. وبعض النخب أو بعض الأشخاص الذين كانوا سيصوتون لجونسون وستاين بدأوا يعبرون عن رغبتهم بالتصويت لكلينتون وترامب. إضافة إلى ذلك، كلينتون عرفت في الواقع فترة أسبوعين سيئة للغاية مع وجود الكثير من الأخبار السيئة حول تاريخها، وهذا يؤدي إلى حصد مزيد من الدعم على مستوى القاعدة الجمهورية وإضعاف دعمها وحماسة الناس لها على مستوى قاعدتها الديمقراطية. طيب، بالحديث سيد بليزرد عن جونسون وستاين، كيف يؤثر أيضا جونسون وستاين على مرشحي الحزبين طبعا الجمهوري والديمقراطي في هذه الانتخابات؟ هذا سؤال ممتاز. في الواقع ما يفعله هذا المرشح هو أنه نظرا لأن ترامب قد عرف الكثير من التصنيفات السيئة أسوة بكلينتون على مستوى الدعم الشعبي، ما يحصل اليوم هو أن جاري جونسون وجيل ستاين مرشحا الأحزاب الأخرى يحصدان أصوات المترددين غير الراغبين بالتصويت لترامب وكلينتون، ولكنهم راغبون بالتصويت بكل حال من الأحوال، فيرغبون بالتصويت للمرشح الثالث والرابع، وهذا منطقي بما أننا على بعد أيام قليلة من الانتخابات. الدعم الذي كان يذهب لجونسون وستاين قد تباطأ في الواقع مع تقدم الحملة، والناس بدأوا يحسمون أمرهم إما دعما لكلينتون أو ترامب. نعم. على أي حال، بعث مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي برسالة إلى الكونغرس يقول فيها إنه سيحقق في مزيد من الرسائل المتعلقة ببريد كلينتون الإلكتروني نتيجة اكتشاف أمور جديدة خلال التحقيق في قضية أخرى لها علاقة بفضيحة جنسية لعضو الكونغرس أنتوني فاينر، زوج هما عابدين مساعدة كلينتون المقربة. ترامب بدوره يعتبر أن فوز كلينتون سيقود إلى أزمة دستورية. نستمع على أي حال إلى ما قالته كلينتون بهذا الخصوص ونعود. I'm sure a lot of you may be asking what this new email story is about and why in the world the FBI would decide to jump into an election with no evidence of any wrongdoing with just days to go. That's a good question. And first of all, for those of you who are concerned about my using personal email, I understand. And as I've said, I'm not making excuses. I've said it was a mistake and I regret it. And now they apparently want to look at emails of one of my staffers. And by all means, they should look at them. And I am sure they will reach the same conclusion they did when they looked at my emails for the last year. There is no case here. منذر، ما الذي تشير إليه بكلامها كلينتون، خصوصا وأنه مكتب التحقيقات الفيدرالي نشر أيضا هذا الأسبوع تحقيقا قديما بشأن مرسوم عفو أصدر الرئيس الأسبق بيل كلينتون في اليوم الأخير لولايته، والذي بموجبه يعني أفرج عن مارك ريتش، ويقال أن زوجة ريتش السابقة قدمت دعما ماليا للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، كما تبرعت أيضا بمبالغ مالية لمؤسسة كلينتون الخيرية. هناك من يعزو تقدم ترامب إلى هذه الرسالة وإلى ما تسرب من قبل الـ FBI حول الرسائل الإلكترونية وحول متابعة التحقيقات مع زوج المساعدة الرئيسية لكلينتون واينر. لذلك هناك من يعتبر أن التوقيت كان غير مناسب وأن ترامب استطاع الاستفادة القصوى من إثارة الشكوك، المزيد من الشكوك حول ما
مدى مصداقية كلينتون ومدى التزامها بالقواعد التي يفترض أن تعتمد في التعامل مع المعلومات السرية. بالطبع الأصوات التي تمت، الأصوات المبكرة قد لا تؤثر كليا على ما جرى، بمعنى أن موضوع البريد الإلكتروني سبق وأن أثير بشكل واسع خلال الحملة، وبالتالي تأثيراته ربما كانت بنفس المدى الذي حصل ولن تؤثر كثيرا على ما جرى من هذه الرسالة، ولكن هي ترسل إشارة في وقت غير مناسب حول ضرورة عدم متابعة الكشف عن أي شكل من أشكال التحقيقات في قضية قائمة. وبالتالي هناك من يدافع عن كومي، وهناك من يتهمه بأنه تجرأ على التدخل في الانتخابات في وقت حرج، ولكن هناك من يدافع عنه لأنه كان مضطرا لتقديم للكونغرس أي معلومات، وإذا لم يتم الكشف عنها ربما سيحاسب بأنه كان أيضا يتدخل بالانتخابات بعدم الكشف للكونغرس عنها. منذر، اسمح لي أيضا بأن ندرج بعض المعلومات والأرقام الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية. عدد ناخبين فيها حوالي 250 مليون ناخب، 49% منهم من الرجال و 51% منهم من النساء. وبالنسبة للأعمار ف 47% تتراوح أعمارهم ما بين 18 والرابعة والأربعين، وحوالي 34% تتراوح أعمارهم ما بين 45 والرابعة والستين، وحوالي 19% تفوق أعمارهم 65. وعرقيا وهم يتوزعون على النحو التالي: الأمريكيون البيض يمثلون حوالي 66%، الأمريكيون من أصول إفريقية يمثلون حوالي 12%، الأمريكيون من أصول لاتينية يمثلون حوالي 15%، الأمريكيون من أصول آسيوية يمثلون حوالي 6%، والسكان الأصليون يمثلون حوالي 1%. أما نسبة الفقر فتقدر بحوالي 14%، ونسبة حائزي شهادات جامعية حوالي 30%. أعود إليك سيد بليزرد، يعني كيف من الممكن تقسيم هذه الفئات من الناخبين طبعا بين المرشحين، وكيف ستكون نسب المشاركة؟ هذا سؤال صائب للغاية. في الواقع لقد تمكن دونالد ترامب من أن يحرز تقدما كبيرا على مستوى فئة الأمريكيين التقليديين من الطبقة العاملة من أصحاب البشرة البيضاء، وعلى مستوى هذه المجموعة يبلي بلاء ممتازا في الواقع كما فعل في الدورة الأولى من الانتخابات، وسيفعل ذلك في إطار الانتخابات العامة. الاختلاف الوحيد هذه المرة هو أنه منذ 4 سنوات عندما كان ميت رومني يواجه باراك أوباما، هو أن رومني في العام 2012 كان يبلي بلاء حسنا على مستوى أصحاب الشهادات العليا من البيض، وهذا هو الاختلاف الأساسي بين هذا الموسم والموسم السابق من الانتخابات. اليوم هيلاري كلينتون تبلي بلاء أفضل بكثير على مستوى الناخبين البيض ذوي الشهادات العليا، وبالتالي منذ 4 سنوات الأشخاص الذين انتخبوا لرومني بشكل كبير منقسمون هذه المرة على مستوى التقسيم العلمي والتحصيل العلمي. لكن بالإشارة إلى الفئات الأخرى على مستوى أصحاب الأصول اللاتينية وأصحاب البشرة السوداء إلى آخره، فنرى أن هيلاري كلينتون تبلي بلاء حسنا كذلك على مستوى هذه الفئات من الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعزى ذلك بصورة جزئية إلى أنهم يدعمون حق هيلاري كلينتون، ولكنهم كذلك لديهم شعور جامح معاد لترامب، لا سيما على مستوى الأمريكيين من أصول لاتينية ومن أصول إفريقية. التحدي الأساسي هو معرفة إلى أين ستؤول إليه الأمور في هذه الحملة الانتخابية، وماذا عن عدد
الناخبين يوم الانتخابات نسبة الاقتراع، وهل نسبة الاقتراع ستعكس هذا التقسيم على مستوى الفئات المختلفة؟ أم سنشهد على نسبة اقتراع أدنى هذه المرة مقارنة مع الدورة الماضية من الانتخابات على مستوى الأقليات، ما من شأنه أن يرجح الكف أكثر لجهة ترامب؟ بالحديث عن معدلات الفوز والخسارة عند كل من المرشحين، نلاحظ أن ترامب يملك حتى الساعة 180 مندوبا في الكلية الانتخابية، أما هيلاري كلينتون فقد ضمنت 218 مندوبا، ويبقى 140 مندوبا موزعين على 10 ولايات غير محسومة. يريد كل من المرشحين الفوز بأكبر عدد منها، بحيث تمكن من جمع 270 مندوبا يمثلون جواز مروره إلى داخل البيت الأبيض. وفيما تعمل كلينتون على الفوز بكل من كولورادو وويسكنسن وميتشيغان وبنسلفانيا لتضمن تتويجها رئيسة للبلاد، يعمل ترامب على الفوز في كل من نيفادا وأريزونا وأيوا وأوهايو ونورث كارولينا وفلوريدا، ويبقى عليه إما ميتشيغان أو بنسلفانيا ليصل إلى البيت الأبيض. أعود إليك سيد بليزرد، يعني اليوم ما هي سيناريوهات الفوز والخسارة عند كل من المرشحين؟ قد نشهد على بعض المسارات المختلفة بالنسبة إلى الولايات التي ذكرتها وهي أساسية. أولا، المرشح الجمهوري للرئاسة لديه إمكانية أضيق للوصول إلى أكثرية المنتدبين 270 على مستوى الكلية الانتخابية. بغض النظر من هو المرشح المختار على مستوى الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، يجب أن نعود للحسابات الرياضية، فالحسابات تكون أصعب لجهة المرشح الجمهوري على مستوى التطورات التاريخية في توجه الناخبين. لكن المسارات مختلفة تماما بالنسبة إلى المرشحين. دونالد ترامب الذي لا يبلئ بلاء حسنا في المناطق الحضرية في الولايات الكبرى مثل نيويورك وإلينوي وكاليفورنيا، ولا يبلي بلاء حسنا كذلك على مستوى بعض المجموعات الديموغرافية التي ذكرتها بما في ذلك الأمريكيين أصحاب البشرة السمراء وذوي الأصول اللاتينية. يعني ذلك أن طريقه نحو تحصيل 270 مندوبا يجب أن يأخذه إلى الولايات التي فيها أكثرية من أصحاب البشرة البيضاء، أي بنسلفانيا وأوهايو وميشيغان وحتى ربما ويسكونسن وآيوا. هذا هو المسار الذي يجب أن يركز عليه. وإذا ما نظرنا إلى ما يحصل هنا على مستوى الأيام الأخيرة التي يمضيها المرشحان، نرى أن الحملات تركز بشكل أساسي على أوهايو وبنسلفانيا. مثلا كلينتون تقوم بثلاثة مشاركات علنية في بنسلفانيا خلال هذا الأسبوع، ودونالد ترامب اليوم هو في ميشيغان أو سيرسل بعض المنتدبين لكي يؤمن هؤلاء المندوبين الممثلين لولايات ميشيغان. أما بالنسبة إلى ولايات مثل كارولينا الشمالية وفلوريدا وأريزونا ونيفادا وغيرها، هذه الولايات في الواقع تشهد على كثير من التنوع، إضافة إلى وجود الكثير من أصحاب الأصول اللاتينية. سيد بليزرد، سنتحدث بالتفصيل أكثر عن هذه الولايات. طيب، ماذا عن الأمريكيين تحديدا من أصول أفريقية؟ بالنسبة إلى هذه الولايات حيث توجد أكثرية من أصحاب البشرة السمراء أو من أصول أفريقية، فهم عادة ضد ترامب، لكن يعتمد الأمر على الولاية التي نتحدث عنها. كنا نتحدث عن بنسلفانيا وأوهايو وميشيغان، وهل يمكن لهيلاري كلينتون أن تحصل على أكثرية أصوات هؤلاء الناخبين يوم الاقتراع؟ موقع ويكيليكس نشر خلال الأسبوع مجموعة من الرسائل من بريد مدير حملة كلينتون جون بوديستا، تظهر أن دونا برازيل سربت بعض أسئلة المناظرات لكلينتون خلال الانتخابات التمهيدية، وتظهر أيضا أن كلينتون قدمت الخدمات السياسية مقابل أموال دفعت لمؤسسة عائلة الخيرية. كما وتظهر الرسائل المسربة أن كلينتون لم تشأ أن تفضح حقيقة علاقتها بوول ستريت وغيرها من الأمور. أعود إليك منذر، يعني هل لتسريبات ويكيليكس تأثير كبير على العملية الانتخابية؟ قبل الإجابة فقط للتعليق على السؤال السابق، إضافة أن موضوع ذوي البشرة السمراء ومن أصول لاتينية يلاحظ في
التصويت المبكر أن النسبة كانت أقل بالنسبة للبشرة السمراء ممن صوت للرئيس أوباما، وأيضا أن هناك زيادة مرتفعة جدا في نسبة من أصول لاتينية، ويعتقد بأن هذا أيضا جانب سيخفف من النسبة الضئيلة أو النسبة الأقل لصالح كلينتون، بمعنى أن النسبة العالية من أصول لاتينية صوت لكلينتون. على أي حال، ويكيليكس شكلت عامل أساسي، وخاصة عندما تم اتهام بأن من يسرب هذا الأمر هو لروسيا، وفعلا جعل الحزب الجمهوري في وضع حرج، لأنه تقليديا كان ينتقد روسيا، بينما نجد أن يبدو وكأن روسيا أو بوتين على علاقة جيدة مع ترامب. هذا أدى إلى نوع من الارتباك، وخاصة أن ترامب لا يشكل الممثل الحقيقي بنظر الكثير من أعضاء الحزب الجمهوري، بأنه كأنه امتطى صهوة جواد الحزب الجمهوري. لذلك ويكيليكس أثرت وتؤثر، وخاصة على موضوع المصداقية، واستطاع ترامب أن يحقق باختراقات لدى قطاعات واسعة من الناخبين تشكك بما تقوم به كلينتون، وتشكك أيضا الاستغلال السياسي. بالتأكيد ويكيليكس وموضوع تدخل روسيا له عامل في هذه الانتخابات، ولكنه بالضرورة لن يكون، ربما عندما تنتهي الانتخابات قد لا يكون هو العامل الحاسم، لأنه كان يفترض في حال فشلها قد يعزو البعض أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية. ولكن من المبكر الحكم على أن دور ويكيليكس كان دورا حاسما في هذه الانتخابات. منذر سليمان والسيد روبرت بليزر، ابقيا معنا لو سمحتما مشاهدينا، فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة هذه الحلقة من الرئيس 45، انتظرونا. من جديد أهلا بكم إلى القسم الثاني والأخير من الرئيس 45، وأرحب مجددا بضيفي السيد روبرت بليزرد وهو شريك في مؤسسة Public Opinion Strategies، ومنذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن. من جديد أهلا بكم. بالعودة إلى الحملات الانتخابية لهذا الأسبوع، ترامب دعا بعض من صوتوا لكلينتون في انتخابات مبكرة إلى تبديل اقتراعهم والتصويت له. نستمع إلى ما قاله ترامب ونعود. This is a message for any Democratic voter who have already cast their ballots for Hillary Clinton and who are having a bad case of buyer's remorse. In other words, you want to change, you give up. So if you live here or in Michigan or Pennsylvania or Minnesota, those four places, you can change your vote to Donald Trump. We'll make America great again, okay? منذر، هل من الممكن أن تطلعنا بداية على أبعاد كلام ترامب، وكيف من الممكن قانونيا لأي ناخب أن يبدل تصويته وكيف؟ من ناحية قانونية، في بعض الولايات تسمح بالعودة عن التصويت وتغيير تصويت وتضع قيود عليها، ممكن أن يكون فترة زمنية محددة أو العودة إلى مكان الاقتراع للتغيير، وهذا ينطبق على بعض الذين صوتوا إما بالمراسلة إما أتوا إلى صناديق الاقتراع عندما تم الإعلان عن موعد مبكر للاقتراع. هذه الولايات منها ويسكونسن، مينيسوتا، بنسلفانيا، ميسيسيبي، كونتيكت، فلوريدا إلى حد ما. طبعا هو رسالة حرب نفسية أيضا، ورسالة اتهامية من قبل ترامب عندما يقول أنه بعد ما انكشف المزيد ومزيد من الاتهامات عبر رسالة كومي، أن الذين صوتوا بشكل مبكر يمكن أن يغيروا أصواتهم، وهذا يعني أنه هناك شعور بأن الذين صوتوا بشكل مبكر، وعلى فكرة حتى تاريخ اليوم ربما هناك 50 مليون قد صوتوا. طبعا عندما تحدث ترامب ربما كان العدد حوالي 30 مليون أو 40 مليون، وأن جزء كبير من الذين صوتوا في بعض الولايات كانت نسبة التصويت الديمقراطي أعلى لصالح كلينتون من الحزب الجمهوري، لأن الحزب الجمهوري وترامب يواجه مشكلة في الولايات بأن الحزب الجمهوري
ليس منظما لتأييده بشكل أن الآلة الانتخابية هي أكثر تنظيما لدى الحزب الديمقراطي ولدى هيلاري كلينتون، وهذا يشكل نوع من السلبية لترامب، ولكنه هو يحاول تجاوزها واستطاع تجاوز بعض العقبات خاصة في ظل الزخم الذي حققه في الفترة الأخيرة. على أي حال، ويسكنسن، ميتشيغان وبنسلفانيا تعد من الولايات المتأرجحة، وكلينتون تعمل على الفوز بهذه الولايات لتأمين فوزها في الانتخابات. فولاية ويسكنسن 10 مندوبين، لها 10 مندوبين طبعا في الكلية الانتخابية، وعدد الناخبين فيها حوالي 4,500,000 ناخب، 86% منهم من البيض، 6% من أصول أفريقية، 5% من أصول لاتينية. أما نسبة الفقر في هذه الولاية فتقدر بحوالي 12%، ونسبة حائزي شهادة جامعية حوالي 28%. أما ولاية ميتشيغان فلها 16 مندوبا في الكلية الانتخابية، وعدد الناخبين فيها حوالي 7,500,000 ناخب، يتوزعون على النحو التالي: 79% منهم من البيض، 14% من أصول أفريقية، 4% من أصول لاتينية. أما عن نسبة الفقر في هذه الولاية فتقدر بحوالي 14%، ونسبة حائزي شهادة جامعية حوالي 27%. أما ولاية بنسلفانيا لها 20 مندوبا في الكلية الانتخابية، عدد ناخبين فيها حوالي 10 ملايين ناخب، 81% منهم من البيض، 10% من أصول إفريقية، 5% من أصول لاتينية. ماذا عن نسبة الفقر أيضا إذا ما أردنا الحديث؟ فهي تقدر بحوالي 12%، ونسبة حائزي الشهادة الجامعية حوالي 29%. أعود إليك سيد بليزر فيما يتعلق بهذا الموضوع، ما الذي يعول عليه فعليا كل من كلينتون وترامب للفوز في هذه الولايات؟ على ما يعولان؟ في الواقع يعولان بداية على تأليب قاعدة الناخبين الذين يدعمون المرشح الآخر. فيما نقترب من اليوم الحاسم، الأمر يعتمد على كيفية تحفيز القاعدة الشعبية لكل مرشح. وفي العام 2012 حصل ذلك خلال السباق الانتخابي، عندما تمكن الديمقراطيون من حث الناس على النزول إلى مراكز الاقتراع في أماكن حيث تعثر الأمر ذلك أو هذا الأمر على الجمهوريين. وبالتالي الأمر يعتمد على كيفية تحفيز الناس للاقتراع، لا سيما في ولايات كتلك التي ذكرتيها في بنسلفانيا مثلا، وهذا عنصر حاسم في هذه الأيام الأخيرة. ماذا عن ويسكنسن، ميتشيغان وبنسلفانيا؟ فلنبدأ ببنسلفانيا. يحاول ترامب أن يحظى بدعم الأمريكيين البيض من الطبقة الوسطى في قلب هذه المدينة، وتركيز على مدينة فيلادلفيا وضواحيها، علما أن هذه المنطقة أيضا يستهدفها الديمقراطيون حيث يعيش قدر كبير من الأقليات. حاليا الأرقام تظهر أن حملة كلينتون في الواقع متأخرة بعض الشيء، وهذا من شأنه أن يؤثر أيضا على الانتخابات. أما بالنسبة إلى ولاية كميشيغان، الأمر سيكون أكثر تنافسية في الواقع، فمدينة ديترويت هي الوحيدة التي ركزت عليها حملة كلينتون لحصد الأصوات. وفي مقاطعة أوكلاند والمقاطعات المحيطة الديمقراطيون يبلون بلاء حسنا، لكن في المناطق الأخرى من الولاية يوجد عدد كبير من الناخبين من الأمريكيين البيض من الطبقة الوسطى والفقراء، حيث يقطنون في مختلف أنحاء ميشيغان وصولا إلى شمال الولاية، وهنا
هناك ستكون المعركة الانتخابية حاسمة ومحتدمة. الأمر نفسه ينطبق كذلك على ويسكونسن، وهي مشابهة إلى حد كبير لما رأيناه في ميشيغان. بالطبع ويسكونسن تميل أكثر للحزب الديمقراطي، لكن نظرا لوجود عدد كبير من الأمريكيين البيض من الطبقة الوسطى والعاملين، يمكن أن تتبدل الأرقام لمصلحة ترامب. حطت كلينتون على أي حال هذا الأسبوع في ولاية أريزونا التي تعد من الولايات الداعمة للحزب الجمهوري تاريخيا. نستمع إلى ما قالته كلينتون ونعود. This state is in play for the first time in years. Arizona has only voted for a Democrat for president once since 1948. And that was my husband in 1996. One of the many reasons Bill and I love Arizona. So for the first time, we have a real chance to turn this state blue again. منذر، برأيك هل ستتمكن كلينتون من الفوز بولاية أريزونا؟ ليس مؤكدا ذلك. لاحظي أن هناك تكتيك انتخابي يتبعه كل من ترامب وكلينتون، وربما ترامب باشره بأنه بدأ حملة انتخابية مركزة وحملة دعائية في بعض الولايات التي تعتبر تقليديا أنها ديمقراطية. هذه الولاية أريزونا هي تقليديا كما ذكر للحزب الجمهوري، ولكن هناك أيضا نمو ديمغرافي ل الأقلية من أصول لاتينية بشكل واسع، وهي تعول على أنه بالسابق فعلا صوتت لأول مرة لصالح بيل كلينتون زوجها، فهي تحاول بقدر الإمكان تشتيت قدرات المنافس. معنى ذلك أنه بدل أن يركز على ولايات محددة يعود ويخشى من إمكانية أن يتم الفوز في ولاية كانت محسوبة لصالح، ولذلك من الصعب التكهن بأنها ستستطيع، ولكن هي بالفعل ستشتت بعض جهود ترامب وتجعله يركز أيضا ماليا وغيره على في حملته، وفي نفس الوقت قد يكون أيضا محاولة لاستجابة زخم من القاعدة الانتخابية هناك المعترضة لأسباب كثيرة على بعض تواجد الحزب الجمهوري أو مرشحي الحزب الجمهوري. وكلنا نتذكر أن ماكين كان ليس في وضع يعني جيد في المنافسة بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، لا بل كان هناك تحديا له من داخل الحزب الجمهوري، ونجح بالكاد لاحقا في المنافسة على مقعد مجلس الشيوخ. إذن هي تجدها فرصة، ولكن هذه الفرصة ربما تكون فرصة ليست قريبة المنال بشكل كبير. بالحديث عن ولاية أريزونا، اسمحوا لنا بأن نتعرف مشاهدينا على بعض خصائص وخصائص ولايتي كولورادو ونيفادا. فلولاية نيفادا مثلا 6 مندوبين في الكلية الانتخابية، فيما عدد الناخبين فيها هو نحو 2 مليون ناخب. 57% منهم من البيض، 9% من أصول إفريقية، 24% من أصول لاتينية، 10% من أصول آسيوية. أما نسبة الفقر فتقدر بحوالي 13%، ونسبة حائزي الشهادة الجامعية هي حوالي 23%. أما ولاية أريزونا فلها 11 مندوبا في الكلية الانتخابية، وعدد الناخبين فيها نحو 5 ملايين ناخب، 62% منهم من البيض، 4% من أصول إفريقية، 26% من أصول لاتينية، 4% من أصول آسيوية، 4% من السكان الأصليين. أما عن نسبة الفقر فتقدر بحوالي 16%، ونسبة حائزي الشهادة الجامعية هي حوالي 27%. أما عن ولاية كولورادو فلها 9 مندوبين في الكلية الانتخابية، عدد الناخبين فيها حوالي 4 ملايين ناخب، 74% منهم من البيض، 4% من أصول إفريقية، 28% من أصول لاتينية، 4% من أصول آسيوية. أما عن نسبة الفقر في هذه الولاية فتقدر بحوالي 11%، ونسبة حائزي الشهادة الجامعية هي بنحو 38%. أعود إليك سيد بليزرد أيضا للتعليق على هذا الموضوع. برأيك كيف ستصوت هذه الولايات
ولماذا؟ وهنا أعني تحديدا نيفادا، كولورادو وأريزونا. أعتقد أن وضع هذه الولايات الثلاث مثير جدا للاهتمام في هذه الانتخابات. فلنبدأ بكولورادو، وهنا أعود لما قلته سابقا، يوجد عدد كبير من المثقفين وأصحاب الشهادات العليا في ضواحي مدينة دنفر وفي مدينة بحد ذاتها، ويوجد عدد كبير من أقلية الأمريكيين من أصول لاتينية، وبالتالي عادة عدد الاقتراع أو نسبة الاقتراع تكون الأعلى في مدينة دنفر وفي المناطق المحيطة بدنفر، والوضع هنا يبدو أفضل بكثير بالنسبة إلى هيلاري مقارنة مع ترامب. أما بالنسبة إلى نيفادا فوضعها كذلك مثير للاهتمام، فيشد استقطاب حقيقي. من جهة لدينا نسبة كبيرة من المقترعين من أصحاب أو من الأصول اللاتينية، وهذا يشكل تحديا بالنسبة إلى ترامب، لكن في المقلب الآخر توجد نسبة كبيرة من أبناء الطبقة العاملة البيض، وهم داعمون بشكل أساسي لترامب، ولذلك السباق الرئاسي في نيفادا محتدب إلى حد كبير، وقد تحسم الأمور في أي لحظة في نيفادا. إلى جانب ذلك السباق على مستوى مجلس الشيوخ حاسم في هذه الولاية ويدلل على المستوى التنافسي. أما أريزونا فتحصل بعض الأمور المثيرة جدا في هذه الولاية، فعلى المستوى التاريخي هذه الولاية كانت أقرب إلى المحافظين، وفيها نسبة كبيرة من الناخبين من أصول لاتينية، وبالطبع هذا ليس بالخبر الطيب لترامب. لكن ما لا يتم الحديث عنه بشكل كبير في أريزونا ونيفادا هو وجود نسب كبيرة من المقترعين من طائفة المورمون، وهذه الفئة من الناخبين معارضة بشكل قوي لدونالد ترامب. بالتالي نرى أن هناك نسبة كبيرة من الناخبين البيض من الطائفة المورمون، إلى جانب وجود نسبة كبيرة من أصحاب الأصول اللاتينية في أريزونا ونيفادا، ولذلك السباق في هاتين الولايتين محتدم جدا، ولا يمكن أن نحسم أمرنا في هذه اللحظة بعد. طيب، بعض استطلاعات الرأي تشير إلى أن المرشح الرئاسي المستقل إيفن ماكمولن قد يسجل خرقا ويفوز في ولاية يوتا. نستمع إلى ما قاله ماكمولن ونعود. That will mean that we'll be able to block them and send the race to the House of Representatives, where we believe we can prevail. منذر، ماذا يعني كلام مكمولن، وهل من الممكن أن يحصل ما يتوقعه؟ أحيانا يتم الإشارة إلى الأحلام الوردية، طبعا هذا حلم وردي، ولكنه أيضا من ضمن الممكنات في الحسابات، بمعنى أنه لو افترضنا أنه في ظل هذه المنافسة الشديدة بين ترامب وبين هيلاري كلينتون، أن الكلية الانتخابية، أصوات الكلية الانتخابية وصلت إلى ما أدنى 270 صوتا الضروري، هذا المدى الضروري أو المستوى الضروري لكي ينجح بالرئاسة أي منهما. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك إذا حصل أحد المرشحين على ولاية ما، أنه كان هناك شبه تعادل، لا يستطيع أي طرف الوصول إلى هذا الرقم السحري. عند ذلك فعلا تحال كل الانتخابات إلى مجلس النواب. هذا السيناريو هو الذي يحاول أن يقدمه مكملاً. على فكرة كما ذكر سيد بليزر أن موضوع المورمون أيضا له عامل أساسي، لأنه أيضا من المورمون، وفي هذه الولاية وفي ولايات مجاورة المورمون لهم صوت قوي، وهناك منافسة شديدة، هو يأخذ عمليا من جانب ترامب، لأن الأصوات التي كان يمكن أن تصوت لترامب ستصوت له وأيضا لهيلاري، وقد يكون هذا التوزيع الثلاثي شبه المتساوي أيضا هو توزيع من جهة يعني قد يفيد أيضا هيلاري كلينتون، ولكن ليس بالضرورة لكي تفوز، ولكن في وضع مريح. ولكن الأهم أنه إذا خسر ترامب هذه الولاية، وإذا كان هناك من نوع من التقارب، يكون هذا الأمر واردا. ولكن في كل الأحوال هي في حال نجح مكملاً في هذه الولاية ستكون خسارة كبرى، وأن الممر الطبيعي لترامب لكي ينجح سيكون أيضاً
صعبا جدا، لأنه أضيف إلى خسارته أو إمكانية خسارته خسارة ولاية كان يفترض أن تكون جزء من التصويت له. أيضا منذر، تشتد المعركة في 4 ولايات وهي أيوا، أوهايو، نورث كارولينا وفلوريدا، ولولاية أيوا 6 مندوبين في الكلية الانتخابية، عدد ناخبين فيها حوالي 1,400,000 ناخب، 90% منهم من البيض، 3% من أصول إفريقية، 4% من أصول لاتينية. أما عن نسبة الفقر فتقدر في هذه الولاية بحوالي 11%، ونسبة حائزي الشهادة الجامعية هي حوالي 28%. أما عن ولاية أوهايو فلها 18 مندوبا في الكلية الانتخابية، عدد ناخبين فيها حوالي 9 ملايين ناخب، 83% منهم من البيض، 12% من أصول إفريقية، 3% من أصول لاتينية. أما عن نسبة الفقر فتقدر بحوالي 14%، ونسبة حائزي الشهادة الجامعية هي حوالي 27%. نذهب إلى ولاية نورث كارولينا ولها 15 مندوبا في الكلية الانتخابية، عدد ناخبين فيها حوالي 7,500,000 ناخب، 68% منهم من البيض و21% من أصول إفريقية، 7% من أصول لاتينية. أما عن نسبة الفقر فتقدر بحوالي 15%، ونسبة حائزي الشهادة الجامعية هي حوالي 29%. وأخيرا نصل مشاهدينا إلى ولاية فلوريدا ولها 29 مندوبا في الكلية الانتخابية، عدد الناخبين فيها حوالي 16 مليون ناخب، 59% منهم من البيض، 15% من أصول إفريقية، 22% من أصول لاتينية. أما عن نسبة الفقر فهي تقدر بحوالي 15%، ونسبة حائزي الشهادة الجامعية هي حوالي 27%. أعود إليك سيد بليزرد، يعني انطلاقا من استطلاعات الرأي بدت هذه الولايات وكأنها على ارتباط وثيق بعضها ببعض، وطبعا في هذه الانتخابات فإن اتجهت إحداها لمرشح تبعتها الولايات الأخرى ناهيك عن أنها من أكثر الولايات تأرجحا في معظم الانتخابات الرئاسية. هل من الممكن لو سمحت أن تفسر لنا كيف تتجاوب هذه الولايات انتخابيا، وأيضا أعني هنا أوهايو، أيوا، نورث كارولينا وفلوريدا؟ بالطبع هذه الولايات الأربعة تشكل الركائز الأساسية المتأرجحة في هذه الانتخابات. في أوهايو حملة ترامب تبلي بلاء حسنا، وحملة كلينتون لا تبلي بلاء جيدا على مستوى التصويت المبكر. مشددا في أوهايو توجد فئات كبيرة من أبناء الطبقة العاملة البيض، لا سيما في المنطقة الجنوبية الشرقية من الولاية، المكتظة بالسكان الذين يشعرون بإحباط كبير، وترامب يشكل مرشحهم الأساسي. أما في ولايات أخرى مثل أيوا أعتقد أن الوضع مشابه إلى حد كبير في أيوا، حيث فقط مدينة ديلموين وهي العاصمة في هذه الولاية، وحولها لدينا الكثير من المناطق التي يقطنها أبناء الطبقة العاملة البيض. وفي إضافة إلى ذلك سنعرف القرار الحاسم ليلة الانتخابات وإلى أين سيتجه هذا السباق الانتخابي، لا سيما في نورث كارولينا وفلوريدا. لابد لدونالد ترامب أن يفوز بالولايتين لكي يكون مساره أيسر للانتخابات، وإن كانت النتائج ميالة أكثر لجهة كلينتون في هاتين الولايتين سيكون من الصعب جدا أو أشبه بالمستحيل لكي يتمكن ترامب من أن يصل إلى العدد المطلوب على مستوى الكلية الانتخابية. في كارولينا الشمالية يوجد عدد كبير من المقترعين من أصحاب البشرة السمراء والبيض، وهذه الولاية قد تأرجحت إلى الجانبين. عام 2008 صوتت لباراك أوباما الديمقراطي، وبعد ذلك صوتت لميت رومني في الانتخابات التالية الجمهوري. وفلوريدا تشكل الولاية الأكثر حسما ربما في الولايات المتحدة الأمريكية، الأكثر تأرجحا وتقلبا، وتتذكرون ما حصل عام 2000 حيث اقتضى أو انتهى الأمر عند 500 صوت، وكان التنازل
التنافس في أوجه، وهناك يوجد الكثير من المقترعين من أصول لاتينية والبيض، وتشكل هذه الولاية صورة مصغرة عن مختلف الولايات الأمريكية. بالتالي التنافس سيكون محتدما جدا في هذه الولاية. الأمر إذن سيحسم في فلوريدا وكارولينا الشمالية، وهما الولايتين الأساسيتين، وإن تمكن ترامب أن يفوز فيهما ستكون ليلة جيدة لترامب وللجمهوريين، وإن فازت كلينتون في الولايتين ستكون الليلة دامسة جدا بالنسبة إلى ترامب. سيد بليزر، تحدثنا عن كل الولايات، يعني برأيك من سيفوز بين المرشحين بهذه الانتخابات، وأي ولايات سترجح فوزه؟ That is a great question. Right now, سؤال ممتاز بالطبع. حاليا أعتقد أن لو هذه الحلقة كانت قد بثت منذ أسبوعين لكان الحديث سيكون مختلفا، لكن حاليا لازلت أعتقد أن كلينتون هي الأوفر حظا في الواقع لتفوز في هذه الانتخابات. هي تتقدم ببطء نحو خط النهاية وتبلي بلاء جيدا، لكن أدائها قد تراجع مقارنة مع أسبوعين. لكن الحماسة تتعزز في خلال هذه الأيام الأخيرة دعما لترامب، لكن في نهاية المطاف الأمر يعتمد على تعبئة الناس لكي يقترعوا، وهذه التعبئة وهذا الحشد هو أكبر خلف هيلاري. بكل حال أقول ما يلي: فلوريدا وكارولينا الشمالية هما الولايتين الأهم، لابد من التنبه لما يحدث فيهما. إن فاز ترامب فيهما ستكون الليلة ممتازة لترامب بعد ذلك، لا سيما وان ابلى بلاء حسنا على مستوى المنطقة الشمالية من امريكا، على مستوى الخط الصناعي، الولايات الصناعية مثل ميشيغان واوهايو وما خلى ذلك. وان فازت كلينتون في الولايتين الطريق سيكون اصعب لترامب، ومسار الفوز بالنسبة الى ترامب يمر بالضرورة في فلوريدا وكارولينا الشمالية، ولا بد لكلينتون من ان تمنع طريقه لكي تكون الرئيسة المقبلة. شكرا لك سيد روبرت بليزرد، وأنت شريك في مؤسسة Public Opinion Strategies، والشكر طبعا موصول لك منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن. مشاهدينا، ننتقل الآن إلى كليب عن الإعلام الأمريكي وأبرز الأمور التي تابعها هذا الأسبوع. The investigation into the Clinton Foundation looking into possible pay-for-play interaction between Secretary of State Hillary Clinton and the foundation has been going on for more than a year. It isn't just the emails, folks. For the second time in a single month now, we are hearing new reports that former acting DNC chair and former CNNer Donna Brazile was feeding questions to the Clinton campaign ahead of Democratic town hall debates. On top of that, we're now hearing that Clinton campaign manager Robbie Mook had a close relationship with the man who engineered a series of dirty tricks on the campaign trail after Mook went on national TV to say he didn't even know this guy. The media was supposedly lockstep in agreement last week that the 2016 presidential race was over, giving the victory to Democratic presidential nominee Hillary Clinton, and that America was just biding time until November 8th. But did they call the race too soon? After the FBI discovery of the new emails in the Clinton email case were uncovered, FBI Director James Comey reopened the case against Clinton, turning the election on its head. There have been news article after news article suggesting that Donald Trump has actually underperformed that. Now, the question is, I don't have to have... So you're saying article after article? Give me one example. The New York Times written about the Washington Post. Who from the New York Times wrote it? Hey, listen, Corey, don't give me this nonsense, okay? I'm not getting paid by one of the candidates, okay? Neither am I. So when we're talking about integrity here... And I think you couldn't get paid by one of the candidates because you have no actually, because I'm a journalist. On that note, stand by. Clinton today received her first national security briefing right here in New York. But that comes with now mounting questions tonight about her family's Clinton Foundation. Do you like the way things are, the way they've been headed in this country? Do you like the continual destruction of our manufacturing base and the jobs that went with it? Do you like the uncontrolled illegal immigration? Do you like this string of stupid wars from Iraq to Libya to Syria? If you want to say yes to all that, you want to keep all this the way it is, vote for Hillary Clinton. According to a new ABC Washington Post poll, for the first time since May, Trump is leading Hillary Clinton by 1%. They're neck and neck. He's going to be so pissed if he wins this thing. He is... الرئيس الخامس والأربعون، موضوع الحلقة المقبلة من الرئيس الخامس والأربعون. إلى اللقاء.